خبر آخر أيضا، بدأ العودة الطوعية للمواطنين لمنطقة الكويك الحدودية. بدأت أعداد كبيرة من المواطنين بمحلية السلام العودة الطوعية لمنطقة الكويك الحدودية مع دولة جنوب السودان بعد أن هجرها المواطنون خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية. ونظمت اللجنة العليا لإعادة وتوطين مواطني الكويك بولاية جنوب كردفان احتفالا بهذه المناسبة بحضور حكومة ولاية النيل الأبيض بقيادة العميد الرشيد محمد علي مشرف محلية السلام، ممثل والي ولاية النيل الأبيض، وقيادات من الجيش الشعبي وتنفيذيين من مقاطعة فشودة بدولة جنوب السودان. وأشاد العميد الرشيد بمتانة العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان، وأشار إلى التنسيق المحكم بين قائدي منطقتي الكويك الشمالية والكويك الجنوبية الذي أسهم في هدوء الأحوال وتوفير الأمن الذي أسهم في عودة مواطني منطقة الكويك الشمالية إلى ديارهم، وشدد على ضرورة تهيئة البيئة وتوفير المناخ الملائم للعائدين والعمل على دمجهم مع المجتمع حتى يصبحوا منتجين، ووجه بحصر وتسجيل الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطقهم وتقديم التسهيلات وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وأشار المشرف العسكري لمحلية السلام لأهمية المنطقة والتي تنبع من وضعها الجغرافي باعتبارها منطقة تماس مع دولة جنوب السودان. في ذات السياق هنأ العميد جيمس جرجاس قائد اللواء الثاني القطاع الجنوبي لدولة جنوب السودان مواطني الكويك بالعودة الطوعية إلى مناطقهم بعد زوال أسباب نزوحهم. يعني أيضا في متشابهات كثيرة ما بين نعم السودان نعم وجنوب نعم السودان، نعم العودة الطوعية في جنوب السودان تشابه أيضا عودة طوعية لعدد من المناطق التي نتمناها يعني أن تستمر في السودان. ما الذي يمكن أن يقدمه السودان أيضا للنازحين العائدين وللموجودين حتى في السودان، يعني كدليل لاستقرار أوضاع في الجنوب وأنه فعلا دولة جنوب السودان ترحب بمواطنيها؟ هو الخبر ده كان بالتوازي مع عدد من الأخبار اللي تصب كلها في حتة واحدة. مثلا الخبر نشاط لجنة الحدود ترسيم الحدود السودانية الجنوب السودانية ومقابلة لجنة الحدود السودانية لمجلس السيادة، ويعني انطلاقة في العمل لأنه هناك أكثر من 7 نقاط عليها خلاف في الترسيم. نعم. وبالتزامن مع القرار اللي صدر أمس أيضا من مجلس السيادة من الحكومة الانتقالية، نعم، حول فتح الحدود بين الدولتين وتجارة الحدود وكذا، ودي تجارة الحدود وفتح الحدود والعلاقات الاقتصادية والتداخل بيكون أيضا مساهم من الدعامات الأساسية لاستقرار الناس وتوطنهم. ده بيتجري مع السلام، حملة السلام سواء كان عندنا في شمال السودان أو في جنوب السودان. في كثير من الحركات المتفلتة في جنوب السودان كانت موجودة على خط الحدود، ومرات في كثير من الحركات دخلت حتى حدود السودان وأقامت دويلات يعني ليها يعني آمنة ليها. النشاط العودة دي بيتوافق بيتزامن مع السلام الجاري والترتيبات الأمنية الجارية، وبيتوافق مع فتح الحدود والنشاط عودة النشاط الاقتصادي، ونتمنى أنه نشهد استقرار يعني على الحدود بين البلدين يعني.